السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء لازلنا في الوحدة الأولى في الجبر ودي بتتكلم عن المعادلات وتعلمنا إزاي أحل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين بيانيا وجبريا أيضا إزاي أحل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا باستخدام القانون العام النهاردة في حلقة اليوم هنحل معادلتين في متغيرين بس واحدة فيهم من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة الثانية طب إزاي أحل معادلتين في مجهولين إحداهما من الدرجة الأولى والثانية من الدرجة التانية بص معايا كده على المثال بيقول لي هنا اوجد في ح في ح مجموعة الحل لكل من المعادلة الأولى س ناقص تلاتة يساوي صفر والتانية س تربيع زائد ص تربيع يساوي 25 تعال نكتبهم بره ادي عندي اهو المعادلة الأولى س ناقص 3 تساوي 0 والثانيه س تربيع زائد ص تربيع تساوي 25. المعادله الاولى دي معادله من الدرجه الاولى وفيها مجهول واحد اللي هو س. الثانيه معادله من الدرجه الثانيه يبقى امامك معادلتين واحده من الدرجه الاولى واحدة من الدرجه الثانيه. انا هاخد معادله الدرجه الاولى س ناقص 3 تساوي 0 وهسميها 1. واخد معادلة الدرجة الثانية س تربيع زائد ص تربيع تساوي 25 واسميها 2. ازاي بقى احل معادلتين في مجهولين واحدة من الأولى وواحدة من الثانية؟ هستخدم حرفين جر مهمين قوي. مين هم حرفين الجر؟ من وفي. يعني من معادلة الدرجة الأولى بجيب قيمة أحد المتغيرين بدلالة الآخر. يعني أقول له مثلا س تساوي إيه أو ص تساوي إيه؟ وعوض في معادلة الدرجة الثانية. هحصل على معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد، أحلها، أحصل على قيمة أحد المتغيرين، أرجع أعوّض في معادلة الدرجة الأولى، أحصل على قيمة المتغير الثاني. بص معايا كده على الشاشة، أقول له كده من واحد، يعني من المعادلة الأولى. المعادلة الأولى اللي هي س ناقص 3 بتساوي صفر معادلة الدرجة الأولى، أنا ممكن أقول له إن س تساوي كام؟ هتساوي 3. انا خرجت التلاتة بعكس الاشارة قلت حرفين الجر من وفي اروح معوض في معادلة الدرجة التانية اكتب له كده في اتنين يعني في رقم اتنين او معادلة الدرجة التانية اللي هي كانت سين تربيع زائد ص تربيع تساوي كام خمسة وعشرين هعوض يعني ايه اشيل السين واكتب اللي حصلت عليه انا جبت قيمة السين بتلاتة يبقى السين تربيع يعني تلاتة تربيع زائد ص تربيع تساوي 25 دي معادلة من الدرجة الثانية فيها مجهول واحد مين شاطر يحلها لي برافو عليك هربع التلاتة يبقى تسعة زائد ص تربيع تساوي 25 أخرج التسعة بعكس الإشارة يبقى ص تربيع 25 ناقص 9 يعني ص تربيع تساوي كام؟ هتساوي 16 مين شاطر يقول لي لما الص تربيع تساوي 16 يبقى الص تساوي ايه؟ برافو عليك موجب او سالب الجذر التربيعي ل 16 يعني كام؟ يعني أربعة، يبقى أنا كده حصلت على قيمتين للصاد، أروح قاسم الصفحة نصين عشان أنا عندي حلين، أدي عندي كده حصلت على إن صاد تساوي أربعة أو صاد تساوي سالب أربعة. طب السين كانت بتساوي إيه؟ قال لك السين كانت هتساوي ثلاثة وهنا السين برضو بتساوي ثلاثة كده خلاص انا حصلت على قيمتي سين وص المجهولين في المعادلتين كده اقدر اكتب مجموعه الحل يبقى م ح عباره عن قوس مجموعة وبداخله زوجين مرتبين الاول السين عندي بثلاثه والصاد معاها باربعه الناحيه الثانيه السين بثلاثه والصاد بكام بسالب اربعه تعالوا ننتقل الى مثال اخر ايضا عندي معادلتين من الدرجة الأولى في مجهولين اتفقنا عشان أحلها أخذ معادلة الدرجة الأولى أجيب قيمة أحد المتغيرين بدلالة الآخر أشوف السين تساوي إيه وعوض في معادلة الدرجة الثانية أحصل على معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد أحلها زي ما شفنا أحصل على قيمة أحد المتغيرين أرجع أعوض في معادلة الدرجة الأولى أحصل على قيمة المتغير الآخر بص معايا المثال الثاني بيقول لي هنا سين ناقص ص تساوي صفر وس تربيع زائد س ص زائد ص تربيع تساوي 27 أمامك معادلتين واحده من الدرجه الاولى وواحده من الدرجه الثانيه ادي س ناقص ص تساوي صفر دي كده معادله الدرجه الاولى هسميها واحد. وادي الثانيه س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع تساوي 27 دي كده 2 قلنا بستخدم حرفين جر من وفي من الاولى اعوض في الثانيه من واحد مين شاطر هيقول لي السين تساوي ايه امامك على الشاشه؟ برافو عليك، واحد قال لي يا مستر بخرج السالب ص بعكس الاشاره يبقى السين على طول بتساوي كام؟ بتساوي ص. قلنا حرف الجر الثاني اعوض فيه اتنين يعني معادله الدرجه الثانيه اقول له كده في اثنين. يا ترى معادله الدرجه الثانيه اللي هي س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع يساوي 27. أنا جبت قيمة السين كانت بتساوي إيه؟ برافو كانت بتساوي ص يا مستر. يبقى أنا هشيل السين وأكتب ص يبقى ص تربيع زائد السين دي لما أشيلها وأكتب ص يعني ص في ص يبقى ص تربيع زائد أيضًا ص تربيع يساوي كام؟ 27. امامك معادله من الدرجه التانية فيها مجهول واحد مين شاطر هيحلها لي اجمع الصوت تربيع يا مستر دول حدود متشابه كام صاد تربيع دول سمعت واحد قال لو يا مستر ثلاثه صاد تربيع يساوي سبعه وعشرين يلا نكمل الحل اعمل ايه واحد قال لي يا مستر بقسم على ثلاثه قسمت على ثلاثه يبقى ص تربيع تساوي كام تساوي تسعه كده انا جبت ص تربيع بقى إيه لك الصاد اجيبها ازاي يبقى الصاد بتساوي موجب او سالب الجذر التربيعي التسعة يعني كام يعني ثلاثة يبقى يا اما الصاد بتساوي ثلاثة يا اما الصاد بتساوي سالب ثلاثة اعمل ايه بعد كده اقسم الصفحة نصين عشان انا جبت قيمتين للصاد اروح اعمل كده انا عندي قيمة الصاد يا اما بتساوي ثلاثة يا اما الصاد بتساوي سالب ثلاثة كنت عندي بقى السين بتساوي ايه قال لك السين تساوي صاد س تساوي ص، تعالى نعوض بقيمة الصاد اللي حصلت عليها، هشيل الصاد وأكتب قيمتها هنا في الطرف الأيمن، يبقى س تساوي كام؟ هتساوي 3. وهنا الس تساوي كام؟ طلعت الصاد بسالب 3. كده أنا جبت قيمتي السين وإيه؟ قيمتي س وصاد طالما حصلت على قيمتين بتوع س وصاد تعالى بقى نكتب مجموعة الحل، عبارة عن قوس مجموعة وبداخله زوجين مرتبين. الاول هنا كانت السين بتلاتة والصاد بتلاتة، الثاني السين بسالب ثلاثة والصاد بتساويها أيضاً سالب ثلاثة. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. بيقول لي أيضاً معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين الأولى س ناقص ص تساوي واحد والثانية س تربيع زائد ص تربيع تساوي 25، اتفقنا من معادلة الدرجة الأولى أجيب السين وأعوض في معادلة الدرجة الثانية أحصل على معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد أحلها أحصل على قيمة أحد المتغيرين أرجع أعوض في معادلة الدرجة الأولى أحصل على قيمة المتغير الآخر بص معايا س ناقص ص تساوي واحد أهي والتانية س تربيع زائد ص تربيع تساوي خمسة وعشرين من واحد أنا هسميهم أهم س ناقص ص بتساوي واحد اتفقنا هنسميها واحد والتانية س تربيع زائد ص تربيع تساوي 25 ودي هسميها 2 من واحد من شاطر هيقول لي السين تساوي ايه امامك على الشاشه برافو عليك انا بخرج السالب ص بعكس الاشاره يبقى السين تساوي واحد زائد ص اهي وبروزها كده عشان ارجع لها بعد شويه ادي قيمه السين اللي حصلت عليها بعد ما جبت قيمه السين اروح معوض في 2 اقول له كده في 2 اللي هي معادله الدرجه الثانيه كانت سين تربيع زائد ص تربيع تساوي 25 تعال نشيل السين ونكتب قيمتها من شاطر وفاكر يقول لي قيمه السين كانت بتساوي ايه واحد قال لي يا مستر واحد زائد صاد يبقى واحد زائد صاد الكل تربيع زائد ص تربيع يساوي 25 تعال بقى نحل هذه المعادله الله امامي قوس يا مستر تربيع والقوس ده فيه حدين مين شاطر هيفكهولي بمجرد النظر وده درسناه في الصف الاول الاعدادي يا ترى بيساوي ايه برافو عليك واحد قال لا مستر ثلاث حدود مربع الاول الاول في الثاني في اتنين ومربع الثاني ده فك القوس تربيع بمجرد النظر يبقى واحد زائد الاول في الثاني في اتنين يعني اتنين صاد زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع اهي يساوي خمسه وعشرين تعال بقى نجمع الحدود المتشابهه ادي ص تربيع وص تربيع يبقوا 2 ص تربيع زائد 2 ص زائد 1 وادخل ال 25 دي بعكس الاشاره تبقى ناقص 25 تساوي صفر. طيب يبقى 2 ص تربيع زائد 2 ص الواحد ناقص 25 بسالب 24 يساوي صفر. الله واحد لاحظ حاجه قال لي يا مستر ما انا ممكن اقسم المعادله دي كلها على 2 عشان ابسطها. اقول له كده على اتنين تصبح المعادله ص تربيع زائد ص ناقص 12 بتساوي صفر امامك معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد تعال نحلها عشان احلها اتفقنا عندك طريقتين يا اما بالتحليل يا اما بالقانون العام وعشان احلها دي ممكن ايه احللها يبقى ده يتحلل الى قوسين ادي عندك القوس الاول وادي القوس الثاني ويساوي صفر الصاد تربيع تبقى صاد في صاد ال 12 كم في كم والفرق بينهم واحد هتبقى أربعة في 3 الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط موجب وهنا سالب آه يبقى أما يكون عندك حاصل ضرب مقدارين يساوي صفر إما الأول يساوي صفر أو الثاني بيساوي صفر يبقى أنا حصلت على هذا الشكل إن ص زائد أربعة بتساوي صفر أو ص ناقص ثلاثة بتساوي صفر من هنا الص تساوي كام؟ أخرج الأربعة بعكس الإشارة يبقى سالب أربعة من هنا الص تساوي كام؟ هيديك موجب تلاتة كده أنا حصلت على قيمة أحد المتغيرين عاوز أجيب قيمة المتغير الآخر فاكرين المعادلة بتاعت الدرجة الأولى كانت س تساوي واحد زائد ص عشان كده كنت مبروزها وهنا س تساوي واحد زائد ص هشيل بقى الصاد وأعوض بيها يبقى واحد زائد سالب أربعة يعني س تساوي سالب تلاتة أو س تساوي واحد زائد تلاتة يبقى س تساوي أربعة كده أنا حصلت على قيمة المتغير الآخر تعالوا بقى نكتب مجموعة الحل عبارة عن حلين زوجين مرتبين ادي الاول وادي الثاني. هنا الناحيه اليمين دي السين طلعت بسالب تلاته والصاد اهي فوق بسالب اربعه. هنا الطرف الايسر او الناحيه اليسار دي السين باربعه والصاد بكام؟ الصاد بتلاته، كده انا حليت معادلتين واحده من الدرجه الاولى وواحده من الدرجه الثانيه في مجهولين. تعالى كده نشوف مع بعض مثال اخر بيقول لي هنا عددان حقيقيان مجموعهما تسعة والفرق بين مربعيهما خمسة واربعين اوجد العددين اه خد بالك بقى هنا دي مش مدين المعادلتين مباشرين يعني مش مدين المجهولين س وص انا عاوز احل هذه المعادله او ما انا اكتبهم معادلتين من الدرجه الاولى في متغيرين طيب معادلتين واحدة من الدرجة الأولى واحدة من الدرجة الثانية عددان حقيقيان مجموعهما تسعة طب يا ترى العددين المجهولين هما مين؟ أنا هفرضهم الأول س والتاني ص أقول له كده نفرض أن العددين هما س وص قال لك مجموعهما تسعة يعني س زائد ص يساوي تسعة الله دي معادلة يا مستر من الدرجة الأولى في مجهولين قال لك الفرق بين مربعيهما 45 مين شاطر يترجم لي المعادله دي برافو عليك يعني مربع الاول اللي هو س يبقى س تربيع ومربع الثاني ص يبقى ص تربيع الفرق بينهم يعني س تربيع ناقص ص تربيع تساوي كام 45 اه امامك دلوقتي معادلتين واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة الثانية في مجهولين طب إحنا بنعرف نحلهم دلوقتي يا مستر آدي معادلة الدرجة الأولى س زائد ص يساوي 9 دي واحد وادي معادلة الدرجة الثانية س تربيع ناقص ص تربيع تساوي 45 دي 2 اتفقنا عندي حرفين جر بستخدمهم مين الأولى من الأولى أعوض في الثانية أقوله له واحد من المعادلة الأولى اللي هي س زائد ص يساوي 9 يبقى س تساوي إيه؟ سمعت واحد قال له يا مستر تسعة ناقص صاد وبروز ادي التسعة ناقص ايه ناقص كده انا جبت احد المتغيرين بدلالة الاخر تعالى بقى نعمل ايه بعد كده اعوض في معادلة الدرجة الثانية اقول له هنا كده في اتنين اللي هي س تربيع ناقص ص تربيع يساوي خمسة واربعين تعال نشيل السين ونكتب تسعة ناقص ص يبقى تسعة ناقص ص الكل تربيع ناقص ص تربيع يساوي 45 احنا لسه متفقين دلوقتي ازاي افك القوس تربيع ناتج الضرب ثلاثه حدود اربع الاول 9 في 9 ب 81 اضرب الاول في الثاني في 2 9 في ص ب 9 ص في 2 يبقى ادي سالب 18 ص زائد ص تربيع ناقص ص تربيع يساوي 45 هتلاحظ حاجه مين لاحظها برافو عليك يا مستر انا ممكن اشيل الموجب صد تربيع مع السالب صد تربيع يوم يتبقى لك 81 ناقص 18 ص يساوي 45 تعال نحل هذه المعادله دي معادله من الدرجه الدرجة الأولى في مجهول واحد يبقى سالب 18 ص تساوي 45 ناقص 81 يعني سالب 18 ص يساوي هنا و11 ناقص 9 هيدينا 6 و7 ناقص 4 الناتج 3 طبعا بالسالب اقسم الطرفين على سالب 18 وهنا على سالب 18 دول راحوا مع بعض يبقى الصاد بتساوي كام 36 على 18 2 كده انا حصلت على قيمه الصاد للسال السين السين كانت بتساوي ايه برافو عليك 9 ناقص صاد اقول له اذا س اهي كانت بتساوي 9 ناقص ص يعني س 9 ناقص انا حصلت على الص بكام؟ ب 2 يبقى س تساوي كام؟ هتساوي 7 اه يبقى كده انا جبت قيمه الص ب 2 وقيمه السين بكام؟ ب 7 ما هو السين والص دول كانوا عباره عن ايه؟ كان العددين قال لك اوجد العددين اقول له اذا العددان هما السبعة والكام والاتنين ودول طبعا زي ما انت شايف مجموعهم تسعة والفرق بين مربع يساوي كام يساوي خمسة وارجين. بعد ما تعلمنا ازاي احل معادلتين في مجهولين احداهما من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية هنتقل لنقطة تانية وهي مجموعة اصفار الدالة كثيرة الحدود إزاي أجيب أصفار دالة؟ عشان أجيب أصفار دالة اللي هي قيم س اللي تخلي هذه الدالة تساوي صفر، يبقى بساوي الدالة بالصفر وأحل المعادلة أحصل على قيم س في هذه الحالة تسمى أصفار هذه الدالة. بيقول لك هنا في المثال ده عين مجموعة أصفار الدوال الآتية: د س تساوي س تربيع ناقص 2 س. بص معايا بقى. آدي عندي أهو. د س تساوي س تربيع ناقص 2 س. هذه داله تسمى داله تربيعيه دي داله من الدرجه الايه الثانيه ودي درسناها في الفصل الدراسي الاول عاوز اجيب اصفار هذه الداله عشان اجيب اصفار الداله كسرت الحدود دي قلنا اعمل ايه اسويها بالصفر عشان اجيب قيم س اللي تخلي لك هذه الداله تساوي صفر اهو يبقى س تربيع ناقص 2 س حساويها بالصفر امامك معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد مين شاطر هيحلها لي برافو عليك تتحل ازاي دي قال لك خد السين عامل مشترك يبقى سين وافتح قوس واقسم سين تربيع على سين هيدينا سين ناقص اتنين سين على سين يديك اتنين يساوي كام الناتج صفر اه انا عندي هنا حاصل ضرب مقدارين يعني يساوي صفر او مقسم الصفحه نصين واقول له اما الاول اللي هو سين تساوي صفر او الثاني سين ناقص اتنين يساوي صفر طيب كده أنا جبت قيمة الأول س بصفر، هنا خرج السالب اتنين بعكس الإشارة يبقى السين باتنين، كده أنا حصلت على قيم س اللي تخلي لك هذه الدالة تساوي صفر، في هذه الحالة كنا زمان بنكتب إيه؟ مجموعة حل المعادلة، لا هو هنا عاوز أصفار الدالة، أصفار الدالة الدالة اسمها د يبقى أكتب ص د، الدالة اسمها ك أكتب ص ك، اختصار لكلمة أصفار الدالة، يبقى إذا ص د يعني أصفار دالة دال عبارة عن كام؟ صفر وكام واتنين لو انت عوضت عن السين بصفر هيطلع الناتج هنا يساوي صفر عوضت عن السين باتنين اتنين أس اتنين يعني أربعة ناقص اتنين في اتنين أربعة أربعة ناقص أربعة صفر يبقى في هذه الحالة الدالة قيمتها تساوي كام؟ تساوي صفر تعالوا ننتقل لدالة أخرى بيقول لي هنا دال سين تساوي سين أس تلاتة ناقص مية خمسة وعشرين هذه دالة من الدرجة الثالثة أنا عاوز أجيب أصفرها عشان أجيب أصفار هذه الدالة قلنا أعمل إيه؟ أساويها بالصفر وأحل المعادلة عشان أحصل على قيم س اللي تخلي لك هذه الدالة تساوي إيه؟ صفر تعال كده نكتبها تساوي صفر ونشوف إيه اللي يحصل يبقى س أس 3 ناقص 125 تساوي كام؟ تساوي صفر عاوز أجيب أصفار هذه الدالة يبقى س أس 3 بتساوي أخرج السالب 125 بعكس الإشارة يبقى 125. يبقى هنا س أس 3 بتساوي 125 أنا مش هكتبها دي على طول يبقى الجذر التكعيبي ل 125. يبقى س بتساوي الجذر التكعيبي ل 125 يعني س تساوي. يا ترى إيه العدد اللي أضربه في نفسه ثلاث مرات يديك 125 هو كام؟ 5. إذن في هذه الحالة ص د تساوي كام؟ تساوي 5. تعال ننوه على حاجة. أنا المقدار ده لو أنا قلت لك حلله اللي هو س أس 3 ناقص 125 تساوي 0. أنا عاوز أحلل هذا المقدار. هذا المقدار يسمى إيه؟ برافو عليك. اسمه فرق بين مكعبين. تحليله عبارة عن قوسين. قوس قص اصغر وقوس اكبر بهذا الشكل اهو قوس صغير كده وقوس كبير وادي يساوي كام يساوي صفر يبقى س ناقص وهنا س تربيع الجذر التكعيبي لل 125 5 هربع الس بس تربيع وربع ال 5 بموجب 25 اشاره المقدار تنزل في القوس الاصغر وهنا عكسها موجب واضرب الس في 5 ب 5 س يبقى عندك قوسين اما الاول يساوي صفر او الثاني بيساوي صفر من الاول س ناقص 5 تساوي صفر يبقى س بتساوي كام؟ بتساوي 5 هذا المقدار له اصفار اللي هو س تساوي كام خمسه بينما س تربيع زائد خمسه س زائد خمسه وعشرين ليس له اصفار ولو انت حليته هيطلع اللي تحت الجذر هيبقى اشاره سالبه وتحت الجذر التربيع باستخدام القانون العام في هذه الحاله طبعا ليس له اي حل يبقى اصفار هذه الداله على طول قلنا هتساوي كام هتساوي خمسه وافتكر الجمله دي كويس لاني هستخدمها كتير قوي في التحليل القوس الكبير بتاع تحليل المكعبين سواء كان مجموع او فرق ليس له اصفار وفي هذه الحاله يبقى اصفار الداله س تكعيب ناقص 125 تساوي صفر هي كام؟ هي 5. تعالوا كده ننتقل الى داله اخرى بيقول لي د س تساوي 8. هذه دالة تسمى إيه؟ برافو عليك واحد قال يا مستر دي اسمها دالة ثابتة ودي درسناها في الفصل الدراسي الأول ودي دالة من الدرجة إيه؟ من الدرجة صفر طب انا عاوز اجيب اصفارها هو عشان اجيب اصفارها قلنا نعمل ايه اساويها بالصفر هي التمنية دي تساوي صفر لا عمرها ما تساوي صفر يبقى اصفار الداله هنا ايه برافو عليك هتساوي فاي يا مستر اذا ص د تساوي فاي ودي ملهاش اصفار يبقى حاجتين لغايه دلوقتي ملهمش اصفار مين شاطر هيقولهم لي القوس الكبير بتاع تحليل مجموع او الفرق بين مكعبين وادي الداله الايه الداله إيه الثابته طب لو انا قلت لك كده دالة س مثال تاني دل س تساوي صفر عاوز اجيب اصفار هذه الدالة ما هي الدالة نفسها تساوي صفر يعني لما اعوض عن السين باي قيمة يديك صفر يبقى هنا ص د اصفار هذه الدالة جميع قيم ح الاعداد الحقيقية بتساوي ايه؟ بتساوي ح طيب تعالوا ننتقل الى مثال اخر قال لك مثلا عاوز اجيب اصفار الدالة د س تساوي س تربيع ناقص خمسة 25 هذه ايضا داله المقدار ده دا يسمى ايه برافو عليك ده اسمه فرق بين مربعين ممكن احلله ممكن احلها كمعادله من الدرجه التانية في مجهول واحد عاوز اجيب اصفار هذه الداله اعمل ايه اتفقنا عشان اجيب اصفار الداله يا مستر اسويها بالصفر واحل المعادله تعال نسويها بالصفر ونحل المعادله يبقى س تربيع ناقص خمسة 25 بتساوي صفر هذه دالة أو هذه معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد عشان أحلها ممكن أحللها وممكن هنا أخرج السالب 25 بعكس الإشارة أحلها لك بطريقتين دلوقتي واحد يقول لي يا مستر سين تربيع تساوي أخرج السالب 25 بعكس الإشارة يبقى الناتج كام 25 عاوز أحل هذه المعادلة يبقى سين تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي الخمسة وعشرين يعني سين تساوي موجب أو سالب كام خمسة يبقى كده ص د تساوي يا اما خمسة يا اما سالب خمسة واحد يقول لي يا مستر انا احلها بطريقه تانية ممكن اقول له ادي الداله مره تانية اهي د س س تربيع ناقص خمسة 25 هساويها بالصفر يبقى س تربيع ناقص خمسة 25 تساوي كام تساوي صفر احلل هذا المقدار اسمه ايه المقدار ده برافو عليك فرق بين مربعين يا مستر يبقى اعمل كده يساوي صفر هنا س وهنا س الجذر التربيعي الخمسة وعشرين خمسة وهنا خمسة والاشارتين واحد موجب واحد سالب اما القوس الأول يساوي صفر اعمل كده يبقى س زائد خمسة يساوي صفر أو س ناقص خمسة يساوي صفر من هنا السين تساوي سالب خمسة من هنا السين تساوي كام خمسة اللي احنا حصلنا عليه كده اقدر ارجعتي ص تساوي اما سالب خمسة او خمسة يبقى إيه اتفقنا ان انا دلوقتي عشان اجيب اصفار د كثيرة حدود اعمل ايه اسويها بالصفر واجيب قيم س التي تجعل هذه الدالة تساوي صفر في هذه الحالة تسمى أصفار هذه الدالة أيضا تعلمنا إزاي حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية من معادلة الدرجة الأولى أجيب قيمة أحد المتغيرين بدلالة الآخر، أعوض في معادلة الدرجة الثانية، أحصل على معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد أحلها، أحصل على قيمة أحد المتغيرين، أرجع أعوض في معادلة الدرجة الأولى أحصل على قيمة المتغير الآخر. بكده أعزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، بشكركم على حسن متابعتكم، تحياتي وتحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.